طالبة متفوقة مدرستها مخصصة للمتميزات، عارض صحي منعها من أداء امتحانها، تفاجأت بأخرى انتحلت شخصيتها لتؤدي الامتحان بدلها. قعدت الصبح أول يوم امتحان التربية الإسلامية قعدت بطنها توجعها، وهذا الشيء طبيعي، يعني أي إنسان يصير به مرض بيوم الامتحان، خوف هذا قلق. فقالت يابا ما أروح للامتحان. يابا شلون ملون؟ قالت ما اقدر، اذا اروح يعني حتى ما اجاوب. يابا امها والدتها دزت رساله الى مديره المدرسه ست سندس. اول شيء دقينا عليها ما شالته. دزت لها الساعه 7 اللي هو وقت الامتحان، دزت لها رساله زوجتي، قالت لها ست سندس احنا بتنا اليوم مريضه وما راح تقدر تجي للامتحان. فيعني شنو الاجراء اللي احنا نريد؟ هي مرحله، هي سادس احيائي. سادس اي طيب. وراء نص ساعتين هيك او اقل من ساعتين، ساعه 9:30، مديره المدرسه اتصلت بينا، قالت تجون فورا للكليه اللي بنيه دد تمتحن بها بتنا. قالت لانه اكو بنيه جايه من تحلى شخصيه بتكم. المنتحله لا تمتلك اي اثباتات او بيانات تمكنها من دخول قاعه الامتحان، رغم ذلك عبرت جميع الخطوط ودخلت لتمتحن. أنا ما أعرف شلون دخلت، الإجراءات الاحترازية مو شغلي، اللجنة الامتحانية اللي واقفة والمراقبين إذا مو أكفاء هذا مو شغلي، مو ذنبي أني، جايبين ناس غير مؤهلين مو شغلي، يعني طالبة طب ما عندها بطاقة، المفروض هي واقفة بالباب يسألون الطلاب يابا هاي تعرفوها قبل ما يطببوها، راح يقولون الطلاب ما نعرفها مو ويانا تروح. على اساس يطببوها هي ما عندها بطاقه بدون شهاده؟ اكو بطاقات عندهم موجوده نسخ عندهم، اكو هي البطاقه نسختين، يعني نسخه عند الطالب طبعا. والنسخه الثانيه بالمركز الامتحاني اللي هم يعتمدوها يتاكدون من انه هو نفس الطالب. الطالبه زينب تمر الان بازمه نفسيه بسبب العقوبات التي فرضت عليها، ذوها يطالبون الجهات المعنيه بانصافها. زينب منهاره هسه، انت سمعت مكسره البيت كليته، هاي قدامك مصيرها مقابله الكتب، كل ما تشوفين تظل تبكي تقول اني شنو ذنبي، صديقاتي كلهم بدهم يمتحنون واني ما امتحن، 12 سنه من الدراسه والتفوق، غلط مراقبه هي تتحمله اللي صارت، انه تهوانا احنا جايبيها، وانه الثلاث سنين بعد ما تمتحن المناهج كلها راح تتغير، تتحول من اللغه الانجليزيه للغه العربيه. متميزات اقل درجه ماخذه بالاسلاميه 97، استاذ اللي يمتحن كيمياء وفيزياء واحياء ورياضيات وبالاضافه للانجليزي واضافه الى لغه فرنسيه، ما يجيب اي خاطر ويجيب احد بالاسلاميه يمتحن بمكانه، خصوصا شخص غير كفو غير مؤهل اصلا للامتحانات. من بغداد مصطفى لطيف، قناه دجله الفضائيه.